بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم مصر بمعرض غسل الزيتون لتجارة السيارات. النهارده بنتشرف ان احنا بنسلم عربية سوزوكي فان، عربية زيرو اللون البستاج، اللون اللي هو فاكهة الالوان، لاخونا وحبيبنا اللي هيتعرف عليه دلوقتي. اتعرف عليك يا ريس. محمد فوزي. حبيبي يا عم محمد، منين؟ من العمرية. من العمرية، احسن ناس من القاهرة. شرفنا في معرض غسل الزيتون بحسين تشتري عربية سوزوكي فان. تمام. اول حاجة، انت ليه شرفتنا في معرض غسل الزيتون؟ ليه جيت معرض غسل الزيتون تشتري منه؟ سمعنا عنكم بصراحة واسعاركم كويسة وقلنا نيجي نشوف الفين. بنفسنا يعني. الله يبارك لك يا سعادة. انتوا ناس محترمين. الله يبارك لك يا شيخ. الله يبارك لك. انت تبعتنا، كنت بتشوفنا على النت ولا حد صاحبك خد عربية؟ شفتكم على النت. شفتنا على النت، شفت تعليقات الناس وآراء الناس. شفت الصور بتاعتكم وشفت المعرض بتاعكم، ما شاء الله كبير برضك. وقلنا نيجي بنفسنا نشوف. ربنا يبارك لك ان شاء الله. نفس اللي انت كنت بتشوفه في النت جيت لقيته انا على ارض الواقع. تمام. العربيات موجوده كلها وكل حاجه ان شاء الله موجوده. دفعت فلوسك، استلمت عربيتك وانت واقف، ولا بكره ولا بعد بكره ولا اي حاجه. لا لا لا، هتأثر معاك في اي حاجه. دفعت واستلمت على طول وناقص بس الجواب. طب في ظل بقى ارتفاع الاسعار اللي احنا فيها دي، ايه رايك في المعامله في الاسعار هنا في غصن الزيتون بامانه الله؟ ما شاء الله حلو والله. من راي ربنا ولا كلام؟ ان شاء الله ربنا يوسع عليك. ربنا يزيدنا ويزيدك يا رب العالمين. امين. ننصح الناس بقى اللي هتشوفك على النت تقول لهم ايه؟ طبعا انا بنصح الناس لو حد عايز يشتري عربيه سوزوكي ولا حاجه يجي غصن الزيتون، واحسن معامله، ناس محترمين، وان شاء الله يلاقي اللي هو عايزه يعني. ربنا يبارك لك يا سعاده الباشا. بنطلب من ربنا في نهايه اللقاء يديك خيرها ويكفيك شرها، ما يكونش اول ولا اخر ما بيننا ان شاء الله. حبيبي يا سعاده الباشا. حبيبي يا سعاده الباشا. ماشي.